أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قصة الضيف الذي استضاف عند الأنصاري رضي الله عنه، عندما أطفأت المرأة السراج فأكل مع الضيف، هل هذا كان قبل نزول الحجاب؟ ما أكل مع الضيف، أطفأ السراج من أجل أن يوهم الضيف أنهما يأكلان، أطفأ السراج وليس فيها تعرض للحجاب. المرأة ما تأكل وهي محجبة، المرأة تأكل وهي محجبة، ما في تنافي بين الأكل والحجاب. نعم.